الكوتشنج للانترفيو از فيري امبورتنت. انا اي وود سي قبل ما نعمل كوتشنج للانترفيو اي حد يبتدي انه يسمع يوتيوب فيديوز عن الانترفيوينج، يقرا على الانترنت، بعد كده تو دو موك انترفيوز مع اصحابنا اند تو واتش يوتيوب فيديوز with mock interviews. يعني دي كلها الايه اللي هي هسميها low hanging fruit او الفاكهه اللي سهله نقطفها، اللي هي ايه سهله، حاجه for free وايزي وتتعمل اي حد يقدر يعملها. بعد كده هيبقى فيه الانترفيو كوتشنج. ممكن الناس تستخدم paid services for interview coaching، ممكن الناس تعمل interview coaching مع حد professor او حد اكبر منهم، حد مثلا mentor او في clinical rotation لو حد بيعمل observership ممكن يبقى جزء مثلا ان هو يعمل interview coaching مع الـ physician. بس هي حاجة مهمة جدا لان بتحصل الناس يجي لها interviews كتيرة و they do very bad في الانترفيوز، فتروح يعني ممكن حد يبقى مقدم في الماتش كله وكل عنده 3 interviews، فبالتالي لو رحنا الانترفيوز دي we didn't do a very good job فيهم ممكن يروحوا يعني ممكن. فبالتالي definitely interview coaching is important. I would say يعني امتى الواحد ما يعملش interview coaching؟ لو حد مثلا يعني ايه اشتغل وسافر وعمل interviews قبل كده كتير، في حد experienced in interviewing already بالذات في امريكا او في انجلترا، يعني حد who's really experienced to the west مع the western system. لو حد عنده tons of interviews، يعني مثلا حد دخل ماتش وقاله مثلا 20 interviews أو 10 interviews حتى a lot of interviews، مثلا الشخص ده محتاج coaching I'd say لا. يعني لو حد عنده a lot of interviews I think إن أرخص وأكتر طريقة straightforward would be to train مع الفرنس and to watch YouTube videos وكده ويروح الانترفيوز يرانك البروجرامز. أنا ده اللي عملته، أنا يعني أنا عملت كده، كنت عملت شوية interview training مع أصحابي وكده وجالي في الماتش كنت 9 interviews. لما جالي 9 interviews أنا حطيت البروجرامز اللي أنا مش حبيبها الأول والبروجرامز اللي أنا حبيبها في الآخر. أول 3 interviews I did very bad في الانترفيوز، يعني عايز أقول البروجرامز دي ما عبرونيش ودين رانك مي وكانت حاجة في منتهى الوحشة وأديت وحش جدا مع أني كنت تريند مع أصحابي. فبس أنا كان عندي 9 فكان عندي لسه مكان، بدأت أعمل كويس بعدين في الآخر خالص by the interview number 5 بقى كل بروجرام بانترفيو فيه تقريبا هيديني بري ماتش خلاص، يعني اللي هو كان ايمينه بقى في بري ماتش، فكان خلاص فهمت واتمرنت فهمتها. يعني I wasted 3 spots to learn. فبالتالي كل حد برضو يعني كل حد يقدر ان هو يقيم حسب هو فرصه ايه. يعني لو حد عنده a lot of interviews وقتها ممكن يبقى التمرين عملي خلاص، يعني اللي هو train with your friends go expect the first few spot, interviews you're gonna do يعني really bad. لو وبعد كده الموضوع هيتحسن بس because there's a lot of interview you're gonna be يعني excellent by the end of it. لو حد عنده very little number of interviews، يعني حد مثلا اللي هو داخل الماتش متوقع هيجي له 2 or 3 interviews I don't think it's a good idea to just go and try for interviews نفسها. يعني precious spots. So coaching would be very important. في حاجة تانية أنا عايز أقولها، إن إحنا عاملين company اسمها USMP US Medical Path، وإحنا بنعمل services كتيرة وبنتعاون مع ناس في أمريكا تانيين بيعملوا اللي هو CV review coaching و observerships و trainings وكده. بس دي this is like a private company، فاحنا بنهاير ناس وكده، فدي would be a paid service.